أركان المسرح الجهوي المكي شباح ببسكرة تغص بالأطفال وأوليائهم في أمسية نوفمبرية موشحة بألوان العلم الوطني. عرضنا أطفال رياض الأطفال على مستوى ولاية بسكرة والأولياء نتاعهم من أجل إحياء ذكرى 70 دينار ثورة مجيدة. نعود أطفالنا على أنهم يتذكروا جيل الأمس اللي قدم تضحيات كبيرة في سبيل استقلال الجزائر وتحررها من الاستعمار الغاشم. فنان الأطفال حسن بالعبيدي كان الضيف الذي جاء بباقة من الأغاني التربوية والحماسية، تفاعل معها الأطفال والأولياء على حد سواء. جميل أن نرى الأطفال ما هيش غير في يوم العالمي للطفولة، في يوم الاستقلال، في يوم اندلاع الثورة الجزائرية وفي سائر الأيام، لأن الأطفال طبعا سيرثون هذه الجزائر في يوم ما. شيء جميل أننا نحتفل ونلقن أطفالنا حتى نحكوا الحكاية بكل أشيائها لأطفالنا. الأولاد راهي عندهم فرحة كبيرة وهم حاملين هذه البالونات بالألوان العلم الوطني الأخضر والأحمر والأبيض. مبادرة طيبة من رياض الأطفال، نتمنى أن هذه المبادرة تعم مرة أخرى وشكرا لكم. هي صور جميلة عاشها الأطفال وتلقفوها لتحفظها ذاكرتهم، فيشبون على حب بلد المليون ونصف المليون شهيد.